Hey friends, welcome back to my channel. Learn Arabic with Hamada. Are you ready? One, two, three, go! Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back to my Arabic channel, Learn Arabic with Hamada. Today I will talk about conjunctions in Arabic. Don't forget to subscribe, like, comment, share my videos, and the bell icon. Let's see begin. Heyya naba, adawat و و Example. مثال اخي يحب كرة القدم و كرة السله اخي يحب كرة القدم و كرة السله ثم ثم مثال: أستيقظ مبكرا ثم أغسل وجهي. أستيقظ مبكرا ثم أغسل وجهي. أو أو مثال: أحب أن أشرب القهوة أو العصير. أحب أن أشرب القهوة أو العصير. أم. أم. Same meaning or but this in question. مثال. هل تحب الموز أم البرتقال؟ هل تحب الموز أم البرتقال؟ لكن لكن مثال: أنا أفضّل دبي، لكن صديقي يفضّل أبو ظبي، أنا.. أُفضّل دبي، لكن صديقي يفضّل أبو ظبي. بينما، بينما، مثال: أُذاكر دروسي بينما أُمي تُعدُّ الطعام، أُذاكر دروسي بينما أُمّي تُعدُّ الطعامَ. عندما عندما مثال: أجلسُ مع أُسرتي عندما أعودُ إلى البيت، أجلسُ مع أُسرتي عندما أعودُ إلى البيت، لأنَّ لأنَّ (مثال) أرتدي ملابس خفيفة لأنَّ الجوَّ حارٌ، أرتدي ملابس خفيفة لأنَّ الجوَّ حارٌ، لكي، لكي، مثال، أذاكر بجدٍّ لكي أنجحَ. أذاكر بجد لكي أنجح لذلك لذلك مثال أمارس الرياضة لذلك صحتي جيدة أمارس الرياضة لذلك صحتي جيدة قبل ان قبل ان مثال انظف غرفتي قبل ان اشاهد المباراه انظف غرفتي قبل ان اشاهد المباراه بعد ان بعد ان مثال خالد ذهب الى مركز الشرطه بعد ان فقد حقيبته خالد ذهب الى مركز الشرطه بعد ان فقد حقيبته ربما ربما مثال في المساء ربما سازور صديقي في المساء ربما سازور صديقي ايضا ايضا مثال اكل الدجاج واللحم ايضا اكل الدجاج واللحم ايضا Activity one. أكمل الجمل التالية بأداة الربط المناسبة: أنا أفضل دبي. داش، أخي يفضل الرياض. لكن أحسنتم. أذاكر دروسي داش، أنجح. لكي. أنا أحب الموزة داش البرتقالة. Write answer in comment. ادخل ادوات الربط التاليه في جمل مفيده عندما ثم لكن شكرا لكم مع السلامه